نشرة الأخبار من قناة بلقيس ونبدأها بالعناوين. استمرار تعليق مشاورات الكويت والحكومة تلوح باتخاذ موقف حازم إزاء عرقلة الميليشيا. مقتل قائد عسكري في صرواح مأرب والميليشيا تواصل خروقاتها في الجوف وتعز. الأمم المتحدة تقول إن 24 شخصاً توفوا بسبب الأمطار فيما تضرر نحو 50,000 آخرين. أهلا بكم مشاهدينا، نستهل النشرة بفتح ملف خاص لتغطية آخر المستجدات والتطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. قالت مصادر إعلامية إن دولة الكويت أبدت استياءها من تنصل وفد الميليشيا وعدم حضوره في الوقت المحدد لموعد انطلاق المحادثات. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الكويت أبدت استياءها الشديد من عدم حضور وفدي الحوثيين وصالح كما كان مقررا لبدء محادثات السلام، ومن عدم الاعتذار عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة لمعالجة أسباب ذلك والاكتفاء بتصريحات صحفية لفرض شروط. ونقلت الصحيفة أن اتصالات تجرى لإقناع وفد الميليشيا وحلفائهم بالحضور إلى محادثات مفتوحة من دون تحديد سقف زمني لحل جميع المشاكل العالقة. وعلى صعيد متصل، نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر مطلعة أن الكويت تبذل جهودا حثيثة لعقد المفاوضات اليمنية الجمعة المقبلة، وذلك بعد أن تأجل انطلاق المفاوضات بسبب تخلف وفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم. إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة في الكويت إن الحكومة لوحت باتخاذ موقف حازم خلال الساعات القادمة تجاه عرقلة الميليشيا لانعقاد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة. وفي السياق ذاته التقى رئيس الفريق الحكومي عبد الملك المخلافي سفراء مجموعة الدول 18 والذين جددوا دعمهم لمفاوضات السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستعادة الدولة. اجتماع مصغر لممثلي جماعة الحوثي وصالح في صنعاء أفشل انعقاد مؤتمر مشاورات الكويت في موعده المحدد، ومهما بدا تحالف الحرب منسجما في مواقفه أمام الشاشات إلا أن مصادر تتحدث على أن مواقف جماعة الحوثي وصالح منقسم على نفسه. فجر إفشال صالح والحوثي عقد المشاورات موجة استياء عارم، لكن في الحقيقة هذا ما يتسم به تحالف الانقلاب قبل كل جولة أو بعدها. تبدو الحالة السياسية بالنسبة لهذا التحالف الأسوأ غائبة لا مائعة في لحظة لا يزال يكرس المجتمع الإقليمي والدولي محاولاته تخلي هذه الميليشيا عن السلاح والتحاقها بميدان السياسة. الواضح إذن أن الجماعة لا تجد ذاتها خارج جبهات القتال، فكيف لا وهي من اجتاحت المدن وأسقطت مؤسسات الدولة ولاحقت الناشطين واعتقلت السياسيين والصحفيين. وعندما ذهبت للتوقيع على الاتفاق المبدئي لتثبيت وقف إطلاق النار لم تلتزم به، فظلت تنفذ هجماتها في تعز والبيضاء وغيرها من المدن. وبينما تتحدث مصادر أن وفد تحالف صالح والحوثي تأخر لعدة أسباب أبرزها مطالبتهم بوقف غارات التحالف العربي ولعدم تثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى زعمهم أنه لا توجد أجندة واضحة للحوار في الكويت، ذهب المبعوث الأممي ليشكر الحكومة بموعد المباحثات في الوقت الذي دعا صالح والحوثي بأن لا يضيعوا الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الأرواح. ومن المفترض أن تضع حلاً لدوامة العنف. وللحديث عن أجواء الكويت والمفاوضات معنا الصحفي رشاد الشرعبي من تعز. أستاذ رشاد مساء الخير. مساء النور، معكم من الكويت أختي العزيزة. عفواً، نعم من الكويت. أستاذ رشاد، يعني ضعنا في صورة هذه الأجواء، ما الجديد لديك؟ حتى الآن ليس هناك أي جديد سوى أن وفد السلطة الشرعية موجود في الكويت ويجري العديد من اللقاءات مع مسؤولين في الأمم المتحدة وأيضا سفراء الدول لتوضيح موقف الحكومة وأيضا
في ظل غياب الوفد الآخر ممثل الإنقلابيين. حتى الآن ليس هناك أي معلومات عن موعد وصولهم أو تأكيد عن وصولهم. كل ما في الأمر أن هناك اشتراطات من قبلهم كل ساعة في كل مرة تظهر من جديد. نعم، هناك أنباء تتوارد لدينا عن موقف يمكن الحكومة أن تتخذه في هذه الساعات الأخيرة، هل توافرت لديكم معلومات حول ذلك؟ نعم، اليوم هناك لقاءات متعددة من قبل وفد السلطة الشرعية مع ممثل الأمم المتحدة وأيضا سفراء الدول العشر وأربع دول أخرى، وذلك لتحديد موقف إزاء رفض وفد المتمردين الانقلابيين من الوصول إلى خوض المفاوضات. نعم، كان معنا الصحفي رشاد الشرعبي من الكويت، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، قتل قائد عسكري في الجيش الوطني وعدد من الجنود في هجمات عنيفة لميليشيا الحوثي وصالح غرب محافظة مأرب. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبل هيلان غربي مأرب، ما تسبب بمقتل العقيد عبد الله المريسي وعدد من الجنود وإصابة آخرين. ويأتي هجوم الميليشيا على مواقع الجيش والمقاومة في هيلان غدا التوقيع على اتفاق يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف التحشيد والتعزيزات العسكرية إلى جميع جبهات القتال وتسليم خرائط الألغام والتوقف عن شن حملات اعتقالات. وفي الجوف، تمكن الجيش الوطني والمقاومة من صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي على بعض المواقع في جبهة العقبة شمالي المحافظة. وقالت مصادر في المقاومة إن الميليشيا شنت هجوما عنيفا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة على مواقع يتمركز فيها أفراد الجيش والمقاومة الشعبية في وادي العقبة والزلاق والجبال المحيطة. وأضافت أن معارك شرسة دارت بين الجيش والمقاومة وبين الميليشيا استمرت قرابة 10 ساعات. إلى تعز، حيث صد الجيش الوطني والمقاومة في تعز سلسلة هجمات لميليشيا الحوثي والمخلوع على عدد من المواقع في المحافظة. وقال مراسل قناة بلقيس إن الميليشيا شنت قصفا مكثفا أعقبته هجمات على مقر لواء 35 مدرع ومواقع في محيط السجن المركزي وشارع 30، إلى أن الجيش والمقاومة صدا الهجمات. كما حاولت الميليشيا التسلل تحت كثافة النيران في منطقة عصيفرة شمال المدينة وفي مواقع أخرى في الجهة الشرقية من المدينة، إلى أن الجيش والمقاومة صدا هذه المحاولات. إلى ذلك، شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا عنيفا على عدد من الأحياء السكنية في المدينة وسط مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين. العمل العسكري لميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح في تعز يجعل المشهد العام أكثر تأزما في ظل الحديث عن تهدئة ترعاها الأمم المتحدة، لكن إصرار المخلوع والحوثيين على استمرار الحرب يعد تصعيدا من نوع آخر يهدف إلى تحدي المجتمع المحلي والدولي وعدم التسليم بأي تسوية سياسية. التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها تعز كانت كفيلة بكشف نوايا الميليشيا وموقفها الرافض لوقف الحرب والالتزام باتفاق تثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدينة، حيث صد الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية هجمات عدة على مقر لواء 35 مدرع ومواقع أخرى قرب السجن المركزي غرب المدينة. أما في الجهة الشمالية من المدينة، أفشل مقاتلو والمقاومة الشعبية محاولة تسلل للميليشيا في حي عصيفرة ومناطق أخرى وأجبروها على التراجع. وكالعادة تلجأ الميليشيا إلى قصف الأحياء السكنية، حيث طال القصف خلال الساعات الماضية أحياء ثعبات والزنوج وقرى في جبل صبر والدفاع الجوي وشارع 30. وتبقى مدينة تعز بعيدة عن أي وقف للحرب لإنهاء معاناة ساكنيها في ظل استمرار ما تمارسه ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق المدنيين. دانت القوى والتنظيمات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني بمحافظة تعز الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحق المدنيين. وقالت في بيان لها
إن حرب الميليشيا تسببت في مقتل وجرح الآلاف، إضافة إلى فرضها حصارا شاملا على المدينة وتشريد عشرات الآلاف من الأسر من منازلها. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار في تعز عبد الكريم شيبان إن الميليشيا لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي، متذرعين بحجج واهية ومطالبين بمهلة لتحقيق ذلك. لا وجود للتهدئة ووقف إطلاق النار في تعز، فما زالت المدينة ترزح تحت الحصار الذي تستمر الميليشيا في فرضه. اللجنة الموقعة على تنفيذ اتفاق التهدئة ومراقبته أكدت أن الميليشيا لم تلتزم بأي من بنود الاتفاق التي من ضمنها وقف إطلاق النار ورفع الحصار. قرى مقطعة، نحمل لهم كافة المسؤولية عما سيترتب عليه، لأن الناس لا زالوا الآن ماسكين أعصابهم. إذا وصلنا إلى قناعة أنه دون جدوى والأيام القادمة تحقق شيء، أمر اللجنة بدون تقديم استقالة. أمانة المقاومة لا زالت في مواقعها. وفي الناحية الأخرى من المدينة، تستمر الميليشيا في تجسيد عدم التزامها بالاتفاق بشكل عملي، حيث لا تزال تواصل قصفها على المدينة وقتل المدنيين، فقد استشهد مدني بعد تعرضه للقنص في شارع الأربعين من قبل عناصر الميليشيا المتمركزة بالجهيم شرق المدينة. وكان 3 مدنيين أيضا قد استشهدوا وجرح 7 آخرون مساء الأمس في قصف للميليشيا على أحياء وسط المدينة. إذا هكذا هو الأمر في تعز، الحرب هي الحدث الأبرز فيها، والقتل هو الفعل الحاضر المستمر سريانه، وما دون ذلك من حديث عن هدنة للحرب يظل صخب يسمع عنه سكان المدينة، لكنهم لا يجدون له في حياتهم من أثر. ولمواكبة التطورات العسكرية في تعز، معنا المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد منصور الحساني. أستاذ منصور، ضعنا في صورة التطورات العسكرية اليوم، وهو اليوم الثالث لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل لجان التهدئة. مساء الخير أختي الكريمة. تعز لما تشهد أي هدنة، من اليوم الإعلان عن هدنة وقف إطلاق النار، الوضع يعني لا زال مشتعلا ولم تلتزم الميليشيات الحوثيه وصالح باي اتفاق. اتفقت اللجنه الميدانيه على توقيف اطلاق النار وعلى فتح المداخل الرئيسيه وعلى وقف التحشد والتعزيزات، ولكن اليوم الرابع والامور كما هي لم تتغير على الميدان اي شيء. اطلاق النار مستمر والهجوم المتكرر من الميليشيات المتدبرات ليله امس، هجوم شرس على كل الاتجاهات ومحاوله لتقدم الميليشيات على مواقع المقاومه. المداخل الرئيسيه لمدينه تعز ما زالت مغلقه اليوم ولم تفتح، والتعزيزات مستمره ولم تتوقف، وهناك خشود قادمه من المحافظات الاخرى، اسلحه ثقيله، وهناك حماسه تنتشر على المرتفعات وعلى العمارات الكبيره. والامور كما هي اختي الكريمه، ولم يتغير شيء، ولم يعني تلتزم هذه الميليشيات اي هدنه او اي سلام في مدينه تعز الى اليوم الى اللحظه. نعم سياده العقيد، هناك بعض المخاوف من ان تقوم الميليشيا باعمال اكثر عدائيه في ظل هذا المقاطعه لها لمفاوضات الكويت، فما قولكم؟ ما المعلومات التي توفرت لديكم؟ والله حسب علمنا وكما نعرف طبيعه هذه الميليشيات وهذه، هل هناك حشد عسكري جديد ربما او هناك حشود مستمره كبيره على كل الجبهات؟ مثلا هناك محاوله امس كانت محاوله هجوم وتقدم في اتجاه جبهه الضباب في حول معسكر اللواء 35 في موقع الدفاع الجنوبي، ومعارك ضاريه الى فجر اليوم، وهناك قتلى وجرحى منهم ومن الطرفين، وهناك اشتباكات وتحشد اليوم الموافقه على المفاوضات وقت اطلاق النار، وهم يعززون الجماعات في تعز بتشويه عسكريه هائله
ومعدات عسكريه وكانهم مغلفين بامر شيء، والايام القادمه بالصالح وعدم ذهابهم الى المفاوضات هو اكبر دليل على انه جيش جادين بالمفاوضات والسلام ووقف الحرب في اليمن. نعم سيادة العقيد، يعني هل لجان التهدئة تتواصل معكم في الميدان وبعمل المقاومة والجيش لرصد تلك الانتهاكات التي تحدثت عنها؟ هناك لجنة يعني مشتركة ويتواصلون مع بعضهم، ونحن نتواصل مع الميدان الموجودة هنا في غرفة عمليات المشتركة هنا في داخل المدينة، وهم يتواصلون مع مجموعة اللجنة التي خارج المدينة، وحسب ما ابلغني رئيس اللجنه الذي يتواصل معه قال يحاولون يتصلونهم يعني تليفونيا لكن لا يردون وتليفوناتهم مغلقه يعني جميعهم، والوضع كانه ليس هناك يعني للتهدئه او اطلاق النار. نعم، كان معنا من تعز المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد منصور الحساني، شكرا جزيلا لك. قتل مواطن برصاص مسلحين أثناء مروره في الطريق الواصل بين محافظتي لحج وعدن، وقالت مصادر صحفية إن مسلحين اعترضوا المواطن منصور علي أحمد أثناء مروره في الطريق العام بالحسيني وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار. النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. في الحديدة معلمون يحولون باحة مسجد لفصل دراسي في بيت الفقيه. استمرار تعليق مشاورات الكويت والحكومة تلوح باتخاذ موقف حازم إزاء عرقلة الميليشيا. مقتل قائد عسكري في صرواح مأرب والميليشيا تواصل خروقاتها في الجوف وتعز. الأمم المتحدة تقول إن 24 شخصا توفوا بسبب الأمطار فيما تضرر نحو 50,000 آخرين. أهلا بكم من جديد. دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء جيمي لودريك إلى وقف الأعمال القتالية وإلى تسوية نهائية للأزمة السياسية والسماح بإيصال المساعدات لكل المتضررين. وقال المسؤول الأممي إن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تزداد سوءا خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة القطاع التجاري والاقتصادي على العمل الطبيعي. وأشار لودريك إلى أن المجتمع الدولي أصبح على دراية بما يحدث في اليمن ويأمل أن تنعقد النقاشات وأن تؤدي إلى تحسن الأوضاع ووقف الأعمال القتالية بشكل كلي. وفي سياق آخر، تسببت السيول المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة بوفاة امرأة في الحديدة وفقدان شخصين في ريما. وقالت مصادر إعلامية إن السيول تسببت بتدمير عدد من منازل المواطنين وجرف مساحات زراعية واسعة، كما ألحقت أضرارا بممتلكات أخرى للمواطنين. وتسببت الانهيارات الصخرية بقطع الطريق الواصل بين مديرية كسمة في ريما ومديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. على صعيد متصل، أعلنت الأمم المتحدة إن 24 شخصا في اليمن توفوا بسبب سيول الأمطار خلال الأيام الماضية في عدة محافظات. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن 49,000 شخص تأثروا بهذه الأمطار والفيضانات، فيما تم الإبلاغ عن 24 حالة وفاة في محافظات الحديدة وعمران وحجة وصنعاء وعدن ومأرب والمحويت. وفي الحديدة، تحولت باحة مسجد في مديرية بيت الفقيه إلى فصل دراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية. وقال المعلمون إنهم اضطروا للتدريس في هذا المكان كي لا يتسرب الأطفال الذين لم يحصلوا على مدرسة أو كتاب مدرسي خارج إطار التعليم. هذه واحدة من محاولات أهل مديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة لإيجاد مدرسة لأبنائهم ولو بالأدوات والمساحات المتاحة. في باحة المسجد أنشأ المشرفون على التعليم فصلا ربما يكفي لسد حاجة الصغار للتعليم.
في زمن لا يبدو وضع المنطقة أفضل حالا من أبنائها، وفي مقدمتهم هؤلاء التلاميذ الصغار. يقول المعلمون هنا إنهم اضطروا للتدريس كي لا يتسرب الأطفال خارج إطار التعليم، ولعل أحدا من المعنيين لم يلتفت لوضعهم المعقد وأحلام أبنائهم في مدرسة تحتضنهم بعيدا عن الشمس والرياح والنسيان. فمدرسة الوفاق الأساسية يعني بحاجة إلى بناء مدرسة حكومي، لا يوجد لدينا بناء مدرسة، فنضطر لحن قسم الطلاب في داخل المسجد. أطلق الأهالي على فصل واحد اسم مدرسة الوفاق بقرية المفصل بالمديرية، والسبب هو اضطرار الأطفال منذ وقت مبكر للتعلم في باحة مسجد القرية المتواضعة، وعيونهم ممزوجة بالصبر والرغبة في التعليم، لكن المتاح بالنسبة لهم يبدو قليلا جدا أو يكاد ينعد. توفي طالب يمني في أحد السجون الماليزية بسبب إهمال السلطات لحالته الصحية المتدهورة جراء عدم قدرته على الحصول على دواء مرض السكري والذي كان يعاني منه. وقال طلبة إن السلطات الماليزية احتجزت الطالب أحمد صلاح الدين العروسي في قسم شرطة سردانج بالعاصمة كوالالمبور بسبب انتهاء فترة إقامته وعدم تجديدها، وناشد الطلاب اليمنيون الحكومة اليمنية والسفارة في كوالالمبور بالتدخل لمعرفة تفاصيل القضية ومتابعة الإجراءات القانونية لكشف ملابساتها. إلى محافظة حضرموت، حيث فجر مسلحو تنظيم القاعدة أحد الأضرحة التاريخية في المحافظة. وقالت مصادر محلية إن مسلحي التنظيم فجروا بعبوات ناسفة ضريح الحبيب علي بن حسن الواقع في قرية المشهد بوادي دوعن مستخدمين عبوات ناسفة. هذا وتعرضت المدن التاريخية والأثرية للدمار منذ بدء الحرب في عدد من المحافظات. بمشاهد التفجير والتدمير هذه يمر اليوم العالمي للتراث في بلد طالما تفاخر وتباهى بتاريخه الذي وصف بأنه من أعمق وأقدم الحضارات في العالم. بسبب حرب لم تكتفي نيرانها بتدمير الحاضر وتأجيل المستقبل لتمتد لتحرق آثار ماض صمد آلاف السنين. الآثار في اليمن ضحية إهمال الدولة، كان هذا قبل سلطة الميليشيا التي حولت اليمن بأكمله لساحة حرب كبيرة لتنال المناطق الأثرية النصيب الأكبر من الدمار. سد مأرب، قلعة القاهرة، مدينة براقش، حصون الصرواح، مدينة صنعاء القديمة، متاحف، كنائس وقبور قديمة تعود لآلاف السنين، كلها في خلال عام فقط تدمرت أو تعرضت للعبث بسبب الميليشيا بطريقة مباشرة أو بأخرى. فالميليشيا إن لم تفجرها أو تلغمها أو لم تجعلها هدفاً لغارات التحالف بعد تحويلها لثكنات عسكرية، غيبت الدولة المكلفة بحمايتها وجعلتها لقمة سائغة للعابثين. المؤسسات الأثرية الثقافية القليلة أصلاً لم تنجو هي الأخرى وما زالت تستنزف، لتقف المنظمات الدولية والمحلية مناشدة بتحييد المناطق الأثرية وحماية الممتلكات الثقافية، خصوصاً بعد التهديد بشطب بعضها من قائمة التراث العالمي. فهل يا ترى سيمثل ذلك فارقاً لميليشيا استباحت أرواح الناس قبل أرضهم وتراثهم؟ أعلن رئيس تحرير صحيفة السلطة الرابعة محمد صادق العديني عرض صحيفته للبيع، وقال العديني في إعلان نشره على صفحته في فيسبوك إن البيع يشمل اسم الصحيفة وترخيصها الصادرة من وزارة الإعلام. وتعرضت الصحافة اليابانية لسلسلة انتهاكات واعتداءات جمة تسببت بتوقف معظمها نتيجة إغلاقها أو اقتحامها من طرف الميليشيا أو بسبب الأزمات المالية. قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الميتمي إن البنك المركزي استخدم كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفذ جميع الحلول، لافتا إلى أن العملة فقدت أكثر من ربع قيمتها مقابل العملات الأجنبية. وأشار الوزير الميتمي
إلى أن التقلبات في سعر الصرف تنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والخدمات ومستويات المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، حيث تمثل نسبة الصادرات والواردات نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي. في العاصمة صنعاء أفرجت ميليشيا الحوثي عن عبد الله الخياري أحد القيادات في حزب الإصلاح والمختطف منذ ما يقرب من عام. وقالت مصادر من أهالي الدكتور عبد الله الخياري إن الميليشيا أفرجت عنه ظهر اليوم بعدما يقرب من عام من تعرضه للاختطاف في منطقة السنينة بالعاصمة. وفي السياق ذاته، تواصل ميليشيا الحوثي اختطاف الحاخام يحيى يوسف واثنين آخرين من الطائفة اليهودية في مبنى الأمن القومي بالعاصمة صنعاء، ولا يزال نحو 40 شخصا من الطائفة في العاصمة صنعاء يعيشون أوضاعا غير مستقرة نتيجة الاستفزازات المستمرة من قبل الميليشيا. مزيدا للتأكيد يقولوا سلها السياسة صوت عالي الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل والمعركة على السرايا والنصر للإسلام. منذ ميلادها وهي تسمعهم يهتفون ضد طائفتها بشعارهم المعروف، وأتى اليوم الذي عليها أن تضم صوتها إليهم. فكي ترى والدها السجين الحاخام يحيى يوسف عليها أن تؤدي الصرخة وأن تردد ما تكره ولن ترى. تطلب مديرة مدرسة في العاصمة صنعاء تنتمي إليها الطالبة من تلميذتها أن تقنع الميليشيا الحوثية أن لها الحق في زيارة أباها، وأنها لا تكره أولئك الذين هجروها طفلة من إحدى مناطق عمران وسلبوها والدها وأمانها حين كبرت. انضمت أسرة الحاخام يحيى يوسف المختطف في سجون الميليشيا إلى مئات الأسر اليمنية التي تبحث عن أقاربها، وانضمت والدته ذات 70 عاما إلى الآلاف من اليمنيات التي يتمنين رؤية وجوه أبنائهن الذين كبروا في سجون صغيرة. وتقول الأسرة من الطائفة اليهودية إنها لم تجعل الرحيل بين أولوياتها، فتلك قناعة من يقف الآن خلف قضبان الميليشيا. احنا نحبه ان سافرنا قبل سنوات، لان كم يا اغراض يعني يغرونا بالاموال. نحن نسافر امريكا او الى بريطانيا، قلت لا يمكن اني اتخلى عن وطني مهما كانت الامور. كل ما يقوله السجين وقد قاله من قبل لن يشفع له، ولن يبعث اي تعاطف لدى من يمتلكون البندقية ويعتقدون انهم يمتلكون الحق ايضا. نهاية النشرة، نذكر بالعناوين: استمرار تعليق مشاورات الكويت والحكومة تلوح باتخاذ موقف حازم إزاء عرقلة الميليشيا. مقتل قائد عسكري في سرواح مأرب والميليشيا تواصل خروقاتها في الجوف وتعز. الأمم المتحدة تقول إن 24 شخصا توفوا بسبب الأمطار فيما تضرر نحو 50,000 آخرين. مشاهدينا، قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس، وللمزيد يمكنكم العودة لموقع القناة الإلكتروني للتفاعل أيضا مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.